ممكن تقول لنا undisturbed tube of pregnancy uterus بيبقى كبير ولا بيبقى normal؟ undisturbed هل ما بيكبرش؟ undisturbed uterus؟ بيبقى large بس ما بيعديش حتى عين على حلقة decidium؟ absent بالله. طيب واحدة عندها tubal rupture تفتكر source of bleeding جاي منين؟ شارك في الديسيديو يعني uterine in origin. طيب رد الجامنت نيماتوما انترا بريتونيال ولا اكسترا بريتونيال؟ اكسترا بريتونيال. النهارده بقى كان في حته كده عبال ما الناس تصحى تيجي، لا تيجي دايما الساعه 9 دي، في ورقه ناقصه في الاكتوب. الورقه دي فيها ثلاث اسئله شبه وعمره ما جه تحليل، بس احنا كل حاجه بنمشي عليها الله اعلم ممكن يتجنن ويجنن. احنا عندنا كوبيك تيوب، النهارده هتكلم على اوفاريان بريجنسي. تاني واحد بريجنسي ان الودومنتري هورن. اخر واحد سيرفايكال اكتوبيك اللي هو سيرفايكال بريجنسي. عايزين بقى نقارن بين الثلاثة دول. بص انا هشرحهم كلهم وهقول لك في الاخر تذاكر حتة واحدة بس. يعني اللي هسمعها بس هي اللي هتتذاكر. انا هسمع هنا ازاي تفرق بين دول تيوبال. خلاص؟ هسمع هنا ازاي تفرق بين دول انترستيشن. هسمع هنا ازاي تفرق بين ده والابورشن. بقية الكلام بقى هتلاقيها بقى. يعني انسلنس مكتوب في كتاب الاسم ارقام، هل احفظها؟ لا. واقول لك ليه تاني؟ مكتوب في اول الاكتوبك ارقام وفي اخر الاكتوبك ارقام تانية، نفس الموضوع. يعني هنا بس هعرف انه رير. وهنا فيري رير وهنا رير، بس ما اقولش اكتر من كده، بلاش ارقام. يعني الثلاث مواضيع دولت ايه؟ ما بنشوفهمش اصلا. نيجي نشوف سايت اوف امبلانتيشن. أنا ماشي معاك في الجدول سايت اوف امبلانتيشن. تكتب معانا أنت ولا خلاص؟ حاضر. إيه بقى؟ مش أنت اللي بتسيب الورق يعني؟ إيه؟ يا عبد الرحمن فين؟ أنت هتكتبي؟ خلاص دكتورة تانية هتكتبي وتسيبي الورقة دي بس، أوكي؟ يبقى يعني عندنا سايت اوف امبلانتيشن فين؟ هنا بيحصل على السيرفيس اوف ذا اوفري، سيرفيس اوف اوفري. على سطح الاوفر الانفلانتيشن، يعني الفرتلايز اوفر تمسك على سطح الاوفر. طب دي يعني ايه رودمنتري هورن؟ رحم ذو القرنين. فاكرينه كان اسمه ايه؟ بايكورن. بس لما يبقى فيه هورن فيهم ضامر او ده بيسموه رودمنتري. ضامر يعني ايه؟ يعني المصل وول نوت ويل ديفلوب. العيانه حملت في الضامر ده، يعني بريجنسي ان رودمنتري هورن. على فكره ده مش هيكمل. على الشهر الكام بيفرقع؟ كنا قلنا قبل كده اكتوبك تيوبر بيفرقع بدري قوي ليه؟ عشان ثين وولد ومش ستريتش. ده بقى بيفرقع عند الشهر الرابع او الخامس. طب ليه اتاخر قوي كده؟ ما دي عضلات رحم يعني ممكن تستحمل لغايه الشهر الكام بس؟ الخامس. يبقى ما يسالك بريجنسي ان ارودمنتري هول بيفرقع امتى؟ السؤال ده مهم. الشهر الرابع او الخامس. طيب بيحصل حمل فين؟ في congenital rudimentary horn of the uterus. طب وده؟ بيحصل حمل جوه السيرفايكال كانال، حاجة فيري رير. بيحصل حمل انسايد السيرفايكال كانال أو سيرفايكال كانال بيلو internal boss. لغاية دلوقتي ما وصلتش الحاجة اللي أنا عايزها. كمل. clinical picture. اخر حاجه بتذاكر ايه في المواضيع دي؟ كلينيكال بيكتشر بتاعت دي تساوي كلينيكال بيكتشر اوف اكتوبيك تيوبل. اللي مذاكرها كان ثلاث كلمات، ها؟ امين ولا بين ثم بليدنج، يعني شبهها بالملي. عشان كده لازم افرق بينها وبين الاكتوبيك تيوبل دلوقتي، وده السؤال اللي بيجي. طب هنا العيله ديت الرحم بيدستن فبيعملها فين؟ فالعيله دي عندها بيرزيستنت لور abdominal pain during early pregnancy. تقول لك يا دكتور في وجع ثابت كده في بطني في اول الحمل، امال دي؟ طلع ان عنق الرحم فايبرس تيشو ما بيأذيش البيبي فبيفصل بدري،
بتدل على طاقة دم، يعني دي persistent bleeding during early pregnancy with minimal pelvic pain. لما تحس بورع خفيف، عيد تاني، ده شبه الاكتوبيك تيوبال بالظبط، ده تحس بين علشان اليوترس ضامر مش قادر يكمل وحصل له ديستنشن، ده بتحس بايه؟ بليدنج عشان الرحم عنق الرحم فايبرس تيشو ما بيقدرش النبي يكمل فينقط دم، ريزيستنت بليدنج. نيجي بقى على ده تاني، هخلص ده بقى خلاص همشي بالطول. سؤال هنا بيجي لك في الامتحان، فتحت بطن عيانه عندها اكتوبيك اوفاريوم، الفرق بينها وبين اكتوبيك ايه؟ بالمنظار او بالفتح البطني اللي هو لاباروسكوبي او لاباروتومي. لقيت دم قدامي، ازاي الفرق بين الاثنين؟ في ناس بتبص هنا persistent bleeding during early pregnancy and minimal pelvic pain. نركز بقى في حاجه مهمه، احنا قلنا ان عنق الرحم فايبرس تيشو، النبي ما بيلاقيش اكل فبيفصل بدري فبتبتدي تنقط دم، تمام؟ يبقى persistent bleeding in early pregnancy. نمشي بقى بالطول بعد اذنكم، انا همسح ده عشان انتوا باصين جوه اهو. انا عايز المهمه اقعدوا تبصوا له كده لغايه ما اخلص الحصه. هنا تعالى بقى، هنا ازاي تفرق بين اللي هو الدياجنوز بقى، هو ده اللي بيجي في الامتحان، بين اكتوبيك تيوبال واكتوبيك اوفاريان. الرسمه دي يبقى انا هسمعها دلوقتي. ايه الرسمه اللي قدامك دي؟ انا فاتح بطن عيانه ولقيت دم، مش عارف هل الحمل على الاوفري ولا في التيوب، افرق ازاي؟ عالم اسمه شبيجلبرج، شبيجلبرج كرايتيريا. شبيجلبرج ده اكتشف كرايتيريا معينه تعرفك ان ده اوفاريوم. تعالى بقى نشوفها. اولا هاجي امسك الانبوبه اللي ناحيه الاكتوبيك، انا شايف كيسه اهو فيه بيبي، هلاقي الانبوبه اخبارها ايه؟ فاضيه، يبقى امسكها اشوفها كده، يعني اول حاجه انتاكت تيوب. طيب الحاجه الثانيه هلاقي الكيس في نفس المكان بتاع الاناتومي بتاع الاوفري، طلع ان الاوفري موجود في فصه جوه العين اسمها اوفاريان فوس، نايم فيها كده، هلاقي الكيس في نفس المكان، يبقى اكيد طالع منين؟ من الاوفري. يبقى بريجننسي ساك، بريجننسي ساك ات اناتوميكال سايت اوف ذا اوفري. احنا خدنا قبل كده ان الاوفري ماسك بليجامنت، حد يعرف اسمه؟ اسمه اوفاريان. إذا أنا لقيت الكيس ماسك من الأوفاري، يبقى هو طالع منين؟ من الأوفاري. يبقى ده تالت دليل أهو. البريجنسي ساك كونكتد تو يوترس باي أوفاريان ليجمنت. آخر واحدة رابعة هزودها، شلت الكيس وبعته يتحلل، لقى فيه أوفاريان تيشو، يبقى أكيد إيه؟ أوفاريان. يبقى آخر واحدة رقم أربعة هيستو باثولوجيكال إكزامينيشن ريفيل اوفاريان تيشو. دي اللي هسمعها لعبد الرحمن، اللي هم ايه بقى؟ اربع كرايتيريا تعرفك ان ده ايه؟ اوفاري. اسمه ايه العالم؟ ها؟ شبيجلبرج كرايتيريا. هعيدهم تاني، هبص على الانبوبه ناحيه الاكتوبيك الاقيها فاضيه، هبص على الحمل الاقيه في نفس المكان بتاع الاناتو بتاع مين؟ الاوفاري. ماسك بليجامنت اسمه اوفاري، اخده حلله الاقي فيه اوفاريان ايه؟ تيشو بس، يبقى ده اكيد اوفاريان. علاجه اوفريكتومي، يعني شيل الاوفر. في ناس يقول لك حرام، يعني انت هتشيل الاوفر بالكيس؟ طب ما تحاول تشيل الكيس وتشيل، سيب حتى ان شاء الله ايه شويه امبريونيك تيشو، يعني شويه اوفريان تيشو. يقول لك ريموفال في بعض الاحيان اوف ساك ليفينج سام اوفريان تيشو، يبقى سام تايمز، يبقى الكيس صغير بتروح شايل الكيس وسايب الاوفر. اذا كان الكيس كبير هتعمل ايه؟ اوفريك. بص انا مش عايز كل ده، انا عايز دي. شبيجلبرج ايه؟ كرايتيريا. هذا اخر مره عشان دي اللي هسمعها. يعني كل ده هو ده السؤال اللي بيجي. ازاي تفرق بين ده واكتوبيك تيوبر؟ هتقول له شبيجلبرج كرايتيريا اللي هم انتاكت تيوب موجود ات ذا اناتوميكال سايت اوف اوفري كونكتد بليجامنت اسمه اوفاريان، احلله يطلع ايه؟ اوفاريان تيشو. نيجي لده. Pregnancy in rudimentary horn أو
اللي هو يسمعه بس الموضوع. ادي هورن وفي حمل، ادي البيب هنا. احنا قلنا يعني ايه رودمنت هنا عشان متاخرين. ربنا مقسم الرحم اوضتين، اوضه كبيره ودي نورمال، اوضه صغيره وده اسمه رودمنتري هورن، ضامر يعني الميوميتريم بتاعها ايه نوت ويل ديفلوب. البيبي بيقعد هنا، الكلام ده ممكن يحصل له رابشر في الشهر الكام قلنا؟ في الشهر الرابع او الخامس. اعرفه ازاي؟ بالسونار ترانس فاجينال الترا ساوند. يعني انا كنت بعرفه باللاباروسكوب او لاباروتومي، يعني منظار او فتح بطن. امال ده اعرفه ازاي؟ ترانس فاجينال الترا ساوند. وعلى فكره هتشوفه مش مهم. ليه بقى؟ مكتوب في كتاب الاسم ترانس فاجينال هيبين لك ايه بقى؟ ادنكسل ماس. هي اسمها ادنكسل لا لاترال تو مين يوترس. ادنكسل ماس كونكتد تو مايوميتريم او اتاتش تو مايوميتريم، اهو ماسك في المايوميتر، بات نوت كونكتد تو ذا سيرفيس. هتشوف دلوقتي ترانس فاجينال الترا ساوند مش مهم، هقول لك ليه. في حاجه هتبان لك بنفس الشكل ده بعد شويه. يبقى هلاقي ادنكسل ماس اتاتش للمايوميتريم بس مش كونكتد لمين؟ لسه يعني هو ماسك كده جنب مع نفس الشكل ده اهو اهو. ما كده بقى الحمل ده هيكبر على فكره، هيبقى كده نفس الشكل ده هشوفه اهو. ده ايه ده برضه؟ نفس الشكل. فاكر لما قلنا اكتوبيك تيوبل ممكن يحصل في اي حته؟ اكتوبيك تيوبل ممكن يحصل في الانترستيشن. ايه الانترستيشن؟ حته موجوده ناحيه اليوترس. طب ما ده كده ده انترستيشن بريجنسي. شبه ده ولا لا؟ يعني ادي الرحم وده الهورن اللي فيه البيبي، ده الرحم وده الانترستيشن اللي فيه البيبي. انا لما اجي افحص عيان او عمل سونار هلاقي ادنكسل ماس ولا لا برضو؟ وماسكه فين؟ في المايومي ومش كونكتد مع اهو. ده اللي انا عايزه. بيسد فرق بين الاثنين، بين انترستيشال بريجنسي وبين بريجنسي ان اردومنتري هور. طب طالما هفرق يبقى اكيد في حاجه اوحش من التانية، صح؟ تفتكر ده اوحش ولا ده البروجنوزس؟ على فكره ده اوحش. عارف ليه؟ ده يوم ما يفرقع حله هيستريكتومي، هتقعد تنزف up to death. يعني الحته ديت فيها ارض هزو. ده بقى حله هورنكتومي، اشيل الهورن بس. يبقى انا لازم افرق بين الاثنين في العمليه. فتحت بطن عيني لقيت ايه؟ بص كده 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 من بره، مش هعرف ده لا اما بريجنسي نومنتري هورن او انت. افرق ازاي؟ ركز عليا انا. في ليجامنت شهير قوي بيجي من هنا اسمه راوند، بيمشي بالكورنيو كده ويعدي في قناه اسمها انجوان الروح للغلظه، صح؟ اي حاجه بين التو راوند تبع مين؟ اليوترس. اي حاجه بره التو راوند تبع مين؟ اتشو. فاول رسم هتلاقي التو راوند طالعين كده كده، يبقى ده تبع مين؟ اليوترس. يبقى ده الهورن بتاع اليوترس. طب اذا لقيته طالع كده يعني الماس لاترال تو ذا راوند يبقى مين؟ يبقى تيوب، يبقى انترستيشن. فهمنا الفرق؟ يبقى تاني انا هبص على الراوند ليجمنت في اوضه العمليه، انا لقيت حاجه عامله كده كده. اذا لقيت الماس بين التو راوند يبقى ده تبع مين؟ يبقى بريجننسي ان اردومنتري هورن. طب اذا لقيتها بره الراوند يبقى تبع مين؟ التيوب اسمه انترستيشن بريجننس. يبقى نكتب بقى الديفرنشال دايجنوزز. هنا هلاقي الماس ميديال تو راوند ليجمنت، وهنا لاترال تو راوند ليجمنت. هو ده السؤال اللي هسأله عبد الرحمن برضه، ازاي تفرق بين ده وده؟ هل هفرق بالسونار؟ الاثنين شبه بعض. هل هفرق بالفحص؟ الاثنين شبه بعض. افرق بايه؟ بالاثناء العمليه. اذا لقيت الماس بين التو راوند اعمل هورنكتومي. امال اذا كان لاترال للراوند هعمل هيستريكتومي. انا لازم افرق بين الاثنين، بين برينس اندومنتري هورن اند انترستيشال برينس. هعيد دي تاني ودي عشان اسمعهم له. نعم. ايه؟ لان لاترال تو يوترس انا شايف ماس جنب الرحم، الرحم صغير، يوترس اهو جنبه، يبقى ايه؟ طيب وانا ايش عرفني وانا بفحص الاقي ماس جنبه؟ فاهماني قصدي؟ ده مش جوه اليوترس، يوترس اهو. الماس دي طالعه كده في بطن عيانك ودي كده، والماس دي طالعه في بطن عيانك نفس الشكل. لا يمكن تفرقها غير بالراوند ليجمنت. بيسال فيه الدكتور ماجد عبد الرؤوف السؤال ده، تمام؟ نيجي بقى لاخر واحد وراجع.
سيرفايكال اكتوبيك اهو. ايوه بعيد عنه، يعني هو كونكتد كده للميميتر ملوش علاقه بالسيرفس. نيجي بقى لده، حمل حصل جوه السيرفس بتاع العيان، بعرفه برضو بالترانس فاجينال ايه؟ الترا ساوند. وهم هتشوف دلوقتي. ترانس فاجينال الترا ساوند يقول لك ازاي دليلك ان ده يعتبر سيرفايكال اكتوبيك؟ لما تيجي تفحصه اسمه بارل شيب سيرفس، احنا قلنا الاسم ده قبل كده. خدناه فين ده؟ اللي هو بارل شيب سيرفس. السيرفايكال ابورشن. انا عايز بقى الفرق بين ده والابورشن. فكده ما قلنا ان الكونتنت نزلت كلها في السيرفس بتاع العيان. هنا برضو موجود البيبي هنا. بارل شيب يا عم زي البرميل. بالترانس فاجينال الترا ساوند هلاقي امتي يوترس. هلاقي ساك ان سيرفايكال ايه؟ كنال. كلوزد انترنال اوس. حد يعرف ليه؟ ليه مقفولة الانترنال اوس؟ اولا ده بيبي، يعني ايه؟ ده لسه زايجوت. اما عدى هل فتح عنق رحم؟ يبقى عدى وامبلانتد وكبر، يبقى لازم الاقي الانترنال اوس اخبارها ايه؟ مقفولة. يبقى عندي ثلاث حاجات تعرفك ان ده غالبا سيرفايكال اكتوب. امتي يوترس، الرحم فاضي. الكونتنت كلها فين؟ في السيرفكس تحت الايه؟ الانترنال اوس. المشكلة بقى عايز افرق بين ده وده. ابورش. دكتورة مهجة بحب جدا السؤال ده، مين أخطر ده ولا ده؟ طالما هتفرق يبقى في حاجة خطر. الأخطر الأبورشن ولا الإكتوبيك؟ على فكرة الإكتوبيك. أقول لك ليه؟ أبورشن تحط صباعك تنزل الكونتنت خلصت. الإكتوبيك ماسك لما تشيله الحتة دي فيها بلاد فيسلز وده فايبرس تيشو بليدنج أب تو ديث. ده على فكرة دايما بتعملها هيستريكتومي الحالة دي. الحمد لله إنه فيري إيه؟ رير. أفرق بينهم ازاي بقى؟ اسالكم مين فيهم بتسوق من الولع؟ دي ولا دي؟ على فكره الابورش، فاكر لما قلت لك كونتنت كلها نزلت وعنق الرحم ما استحملش ايه؟ دي بذره وبتكبر، يعني هنا سيفير بين، الثانيه العكس مينيمال بين. طيب مين فيهم اقدر الف حواليها اول اراوند؟ دخلت اوف ساوند، مين فيهم الف كده؟ ده طب لف براحتك هنا هتقف في حته ولا لا؟ يعني هنا no site of attachment. ده بالساوند. دكتوره موجه تقول لك في الرئه اللي تعمل لها كده. لو انا حتتين في الملك تعمل لها كده. حد فاكر مره قلنا ازاي تفرق بين اندوميتريال بوليب وسيرفايكال بوليب؟ ازاي تفرق بين سيرفايكال ابورشن وسيرفايكال اكتوب؟ اخر واحده بقى. مين فيهم الانتنه القص مقفوله؟ مين فيهم الانتنه القص مفتوحه؟ الابورشن مفتوحه لانه نزل من فوق كامل كده. امال تيجي تبقى ايه؟ يبقى ده هلاقيه open internal os. طبعا ده اخطر علاجه وهم. ان شاء الله استكت. ولكن اذا كانت صغيره وعايزه تحمل حد دواء اسمه ميثو ايه؟ تريكسين. حد يعرف يعمل ايه ده؟ هيفصله. هيفصله. يقول لك طيب ادخل بقى اندر انستيزيا اعمل جنتل مانيوال جنتل مانيوال ريموفال. ازاي؟ ادخل بصباعي كده واروح منزله، اروح شايله اندر ايه؟ جنرال انستيزي. يبقى هعمل جنتل مانيوال سيباريشن او ريموفال اندر انستيزي. ان شاء الله هتفشل وهعمل ايه؟ هيستريكتومي. في ناس يقول لك طب حط قسطره حتى اعمل كومبريشن، برضه هيحصل هيستريكتومي. ليه؟ ده فايبرس تيشو عمره ما هيقفل البلاد فيسلز. العينه اذا كانت اولد بقى ومالتي بار هعمل ايه اصلا؟ هيستك. يبقى انا طلعت نزلت ذا بيست لاين اوف تريتمنت از هيستك. انا عايز ثلاث اسئله هنا قبل ما امسح، يعني انت بتذاكر هم دول الثلاثه اللي تركز عليهم. حد يفرق لي بين اكتوبيك تيوبر واكتوبيك اوفاري؟ حاجه اسمها شبيجل بيرج كرايتيريا. افتكر مدرسه التيوب ايه؟ انت موجود ات ذا اناتوميكال سايت اوف ذا اوفري كونكتد تو ذا يوترس بريجامنت اسمه اوفاريان. اخده حلله الاقي فيه اوفاريان تيشو. ده اذا تفرق بين انترستيشال وبرنس اندومتري هون هتقول له الراوند. اذا لقيت ميديال يبقى برينر، اذا لقيته لاترال يبقى انترستيشال. اخر سؤال، اذا تفرق بين سيرفايكال اكتوبيك وابورشن، ده سيفير بين، ده مينيمال بين، ده ما فوق ده ما فيهوش اتاتشمنت، ده فيه اتاتشمنت. ده انترنال اوس مفتوحه، ده انترنال اوس ايه؟ مقفوله. اهو ثلاث اسئله هيقولهم الدكتور عبد الرحمن.
عشان نمسح اسم بابا. قول اشرب عشان اشرب. هسألك أول سؤال، ازاي دي فرق بين pregnancy in a rudimentary hole و interstitial؟ يبقى pregnancy in a rudimentary hole. طب اذا كان lateral interstitial، طب تقدر تقول لي Spiegelberg criteria؟ ازاي تفرق بين سيرفايكال اكتوبيك وسيرفايكال ابوش؟ مبالغ شيء. عملتنا بص وهنا اوبن. هبتدي بقى موضوع جديد عقبال ما الناس صحت وجت. انتي بارتم هيمرج. افتح لي اول صفحه في المذكره. اول صفحه في المذكره. نعم؟ هو طالع في الاوفري. فانت لما تيجي تشيل الساك بيبقى فيه اوفيليان تيشو وراها، ما هو لازم فيه. هو بيدمر الاوفري بالكامل؟ لا، هو بيخلي فيه اوفيليان تيشو بس هو بيكبر جوه الاوفري. فهتلاقي اوفيليان تيشو، بيحل شويه اوفيليان تيشو. اول صفحه في المذكره افكرك بيها تاني، بتتعاد ثلاث مرات. فاكر لما كنا بنقول دي قصه واحده حامل وبعدين ولدت وبعد كده بعد الولادة. الرسمة دي انت عاملها بايديك لأول صفحة في المذكرة. كنا قلنا الحمل كام أسبوع؟ حد فاكر؟ 40. كام يوم؟ 280 يوم. اللي بيتكلم يخرس. لسه بنقول بسم الله. طيب عندنا الولادة كام ستيج؟ 3. فيرست، سكند، ثيرد. وقلنا اللي بيتقال عليها بارتم انهي واحدة؟ سكند. في فترة بعد الولادة اسمها بيربوريم، الكلام ده متعاد. بتقعد قد ايه البيربوريم؟ 6 أسابيع أو 40 يوم. خدنا رقم هنا للمرة المليون. قلنا اسمه ايج اوف فيابيلتي. إذا حصل نزيف قبليه أسميه إيه وده خلص؟ بليدنج ان ايرلي بريجنس. كان اهم سبب بتاعه اكتوبيك. بعد كده اذا حصل هيموريج في الفتره دي اللي هناخده النهارده بقى هنا انهي ترايمستر؟ ثيرد اللي هو اخر 3 اشهر. وانهي ستيج؟ فيرست. اسميه ايه؟ انتي بارتم هيموريج. انتوا دايما تنسوا انهي ستيج. الرسمه دي مهمه قوي. انتوا فيرست يعني واحده بتولد في اسم 10 ونزفت، اسميه ايه؟ انتي مش انترا. ليه؟ لان البارتم هو اني ستيج بس سكن. اخر حاجه البوست بارتم هيمرج اللي هو في اني ستيج؟ في الثيرد. وفتره اسمها ايه؟ بيربوريوم. بوست يبقى انتوا في البوست بتنسوا ثيرد ستيج وفي الانتي بتنسوا فيرست ستيج. نفتح بقى صفحه الانتي بارتم ديفينيشن. يعني ايه انتي بارتم هيمرج؟ بليدنج فروم اور انتو جينيتال تراكت. يبقى بليدنج فروم اور انتو جينيتال تراكت. كلمه فروم وانتو يعني ايه؟ فروم يعني الدم خارج لك في الشارع، عايز الماشينه. فروم يعني هلاقي الدم خارج في الشارع، انا اشوفه بعيني. انتو يعني بيتراكم جوه بطن العينه. تفتكر مين اخطر؟ بيتراكم. يعني كلمه انتو ده يعني بتعبى جوه العين. يبقى بليدنج فروم يعني بايلي او انتو جينيتال تراكت during third trimester or first stage of labor. كده اعرف اقول الديفينيشن صح. يبقى ما يسالك النهارده هو الانتي بارتم امتى وامتى؟ اخر 3 اشهر والفيرست ستيج اوف ايه؟ اوف ليبر. عايزين ناخد اسبابه. الصفحه دي كلها تشطبها اللي هو بيكتب معايا. هتلاقي اكتب لك تحت بس كلمتين اسبابه لخصوها في كتاب الاسم بالظبط 4 اسطر. ايه اسباب الانتي بارتم هيمرج؟ مواضيع في منتهى الاهميه. هتقسمها لي اوبستتريك ونون اوبستتريك. يعني ايه كلمه اوبستتريك؟ يعني حاجات ليها علاقه بالولاده. ونون اوبستتريك مالهاش علاقه بالولاده. يعني في صفحه الانتي بارتم مش طوبالي كامله الاسباب، اكتبهم لي تحت اوبستتريك ونون
خالص. اوبستتريك زي موضوع في منتهى الاهميه ماشي مساق، ده ذكرناه كتير، اسمه بلاسينتا بريفيا. كلمه بريفيا يعني لو لاينج، ودي هنشوفها مصيبه النهارده. يعني ربنا دايما ليه بيحطها فوق حكمته، لما تنزل تحت تعمل بلاوي هنشوفها. الموضوع الثاني اسمه انفصال في المشيمه، اسمه اكسيدنتال هامريج. يبقى الموضوع الثاني اسمه اكسيدنتال هامريج. كلمه اكسيدنت يعني حادثه. كانوا فاكرين زمان ان السبب تروما، خبطه. انت هتعرف النهارده ان الكومنست كوز بتاع الموضوع ده هايبرتنشن، يعني اتغير الاسم وراحوا مسمينه ايه بقى؟ بلاسينتال ابربشن. يبقى الاسم الاشيك ابربشن. اكسيدنت ده كان زمان فاكرين تروما بس، لا، هنعرف الكومنست كوز از هايبرتنشن. اخر موضوع وده عمره ما جه تحليل، ممكن يجيبه طبعا طالما عمره يجيبه، بيقول لك حصل رابتشر فازا يعني فيسلز، في اي اس اي فيسلز. بريفيا يعني ايه قلنا؟ لو لاين. ده بقى البيبي بينزل، دي عمري ما شفتها، دي نفسي اشوفها. فاكر الموضوع ده عمري ما شفته، اللي هو رابتشر فازا بريفيا. يبقى رابتشر فازا بريفيا ده هبتدي بيه النهارده، موضوع صغير قد كده في اخر الموضوع، ممكن يجي تحليل. عايز ميه؟ يبقى عندنا اول موضوع تحتلي اسمه بلاسينتا بريفيا، تاني واحد اسمه اكسيدنتال، اخر واحد اسمه رابتشر فازا بريفيا. احنا شرحنا عملنا الاوبستريك بقى، اسباب نسا بتعمل ابنورمال يوتراين بليدنج قلناها دي. بولد يعني لحميه ونزفت في الوقت ده، قلناها دي قبل كده في البليدنج ان البريجنسي، برضه هعتبرها انتي بارتنر. اسمه abnormal uterine bleeding زي ايه؟ بولب لحميه ونزفت في الوقت ده، اعتبرها ايه؟ انتي بارت. ايروجن يعني ايه ايروجن؟ قرحه عنق الرحم ونزفت في الوقت ده، حاجات جايده. كانسر ايه؟ سيرفكس. واحده عندها سرطان في عنق الرحم ونزف. طب لسه مزود فاجينال تروما، جات لها منين ما اعرفش. يعني انتركورس بقى قوي جدا فراح مدمر الفاجينا معاك، ده جه منين وده فيري رير. يبقى انا دلوقتي هشرح فازا بريفيا، هي يعني صغير قوي بس عايز تفهم الموضوعين دول، هنعمل بينهم مقارنه. نبتدي بقى اول حاجه يعني ايه فازا بريفيا. النهارده هناخد انواع من المشيمه ابنورماليتيز بقى. قبل ما ابتدي الموضوع هعرفك الاناتومي بتاع البلاسينتا الاول. طلع ان البلاسينتا بتتكون من كام لوب؟ هي لوب واحد. قدره كام؟ حوالي 20 سم، عامل زي رغيف العيش بتاع زمان، كان قبب كده وحاجه محترمه. ويبقى ليه وشين، فاكر وش رغيف العيش اهو؟ ده اسمه فيتال سيرفس، اللي هو ناحيه مين؟ الجرد. امال اللي بيمسك في العيانه ده، بيمسك في اليوترس ده ايه؟ ماتيرنال سيرفس، بيبقى عامل زي الرب ده كده، هتلاقيه شكله غريب. يعني ده بيلمع عشان عليه ممبرين، ده لا. هترسم لي رسمه بايديك النورمال بلاسينتا في الرحم بيبقى شكلها عامل ازاي؟ هترسمها بايديك بس عشان افهم حصه النهارده. ادي يوترس اهو. انا هرسم معاك دي النورمال بلاسينتا. هتحط لي بلاسينتا هنا وليكن اهي. الناحيه دي ده انهي سيرفس؟ انا لسه قايل اللي ناحيه اليوترس. ماتيرنال سيرفس. اللي ناحيه البيبي اللي هو طالع منه الكورد ده اسمه فيتال سيرفس. انا برسم معاك اهو، يبقى هترسم لي يوترس حط لي فيه بلاسينتا، اللي ناحيه الرحم اسمه ماتيرنال سيرفس، اللي ناحيه البيبي ادي البيبي اهو اسمه فيتال سيرفس. هرسم ازاي الممبرين عشان تتخيله؟ بص بقى الممبرين بيغطي مين ده؟
الفيتر ويغطي مين بقى؟ كورد ويغطي كده، وبعدين يروح قافل اليوتراين كافيتي بالشكل ده. تخيلتوها بقى؟ يعني انا قصدي اقول ان الناحيه دي متغطيه بمين؟ ميمبرين. الناحيه الثانيه لا، والكورد متغطي بميمبرين على فكره، والميمبرين ده ماسك. اما باجي اولد بيبي بقى ايه اللي بيحصل؟ انت ولدت البيبي ده خلاص؟ وهتولد البلاسينتا، وانت بتطلعها بيطلع معاها مين؟ احنا قلنا ميمبرين، عشان بس تتخيل ازاي بيبقى موجود جوه الرحم. يبقى احنا بيسالك في الامتحان هي البلاسينتا كام لوب؟ هتقول له ايه؟ هي واحده بس، يعني فص واحد هو ده النورمال. وليها كام سيرفيس؟ اتنين، ماتيرنال وفيتر. اعرفه ازاي في الصوره انه فيتر؟ انه طالع منه الكورد، يعني اللي طالع منه الكورد ده ناحيه مين؟ البيبي. وبيبقى دايما جليسلينج بيلمع عشان عليه ايه؟ ميمبرين. الناحيه الثانيه ضل ناحيه الديسيديو، تلاقي كده شكله غريب كده غامق. طلع هنا اهوت ان الميمبرين مغطي الفيتال سيرفيس والكورد واليوتراين كافيتي. هبتدي بقى، حسيت النهارده حاجات ابنورماليتيز بقى. الموضوع ده اسمه ايه بقى؟ ان الفيتال بلاد فيسلز واقفه عند الانترنال اوس. جت ازاي بقى؟ هنعرف. يبقى نكتب ديفينيشن اوف فازا بريفيا. فازا بريفيا بقول لك عمري ما شفته، وهقول لك دليل انه فيري رير. نفسي اشوفه مره، انا بسمعه في كتب. فازا يعني فيسلز، بريفيا يعني لو ايه؟ لاين. ده عباره عن فيتال بلاد فيسلز، فيتال امبلايكال بلاد فيسلز، فيتال امبلايكال بلاد فيسلز كروسنج اوبوزيت انترنال اوس اوف ذا سيرفيس ان ميمبرين. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الفيتال بلاد فيسلز معديه جوه الايه؟ جوه الكيس. فيتال امبلايكال بلاد فيسلز معديه على الانترنال اوس وماشيه جوه الميمبرين. انا عمري ما هفهمها غير لما اخد الانواع. ايه اسباب الصفحه دي؟ كلمتين بس عشان تفهمها، انا عامل لك اربع رسومات. اولا انا عندي، احنا قلنا بتبقى فص واحد ولا فصين؟ طيب ايه رايك ربنا خلقها فص كبير وفص صغير؟ دي نورمال. دي بقى اسمها ليها اسم، طالما ليها اكسسوري لوب اسمها ساكسن توريت لوب اوف بلاسنت. اسم غبي. اسمها ايه؟ ساكسنتوريت لوب. ده اول ابنورماليتي ناخدها، ان بيه ان ربنا بدل ما خلاها 1 لوب خلاها كام لوب؟ اتنين، واحد كبير والتاني صغير. الميمبرين مغطيهم كده ولا لا؟ اهو ادي الميمبرين مغطي الاثنين، مغطي دي ومغطي دي. يبقى ده انهي سيرفيس اللي طالع منه الكورد؟ فيتال. وده البيب اهو. يعني انت قصدك تقول ان ناحيتي ده انهي سيرفيس؟ فيتال. اي حاجه ناحيتي دي تبع مين؟ البيبي. طيب هل اللوب ده هيتساب في حاله كده؟ اكيد ربنا هيبعت له ايه؟ بلاد فيسلز من مين؟ من الكورد ماشيه جوه الايه؟ الميمبرين رايحه للوب الصغير. دي بيسموها بقى فيتال بلاد فيسلز. ما احنا قلنا طالعه من الامبلايكال كورد، يبقى دي تبع مين برضو؟ اذا انا فرقعت لك دول مين هينزل؟ البيبي شخصيا. هو في دم اصلا؟ ولكن الموضوع ده خطر جدا. تخيل البيبي بينزل، هو في اصلا دم؟ يعني اذا انا فرقعت لك دولت مين اللي هينزل؟ البي. دي نوع اسمه ايه تاني؟ ساكسنتوريت لوب اوف بلاسينتا. طب تعالى نشوف الثانيه. احنا قلنا البلاسينتا بيطلع منها الكورد صح؟ الست دي عندها حاجه غريبه جدا، عندها ادي الميمبرين عامله بنفس اللون اهو مغطي الفيتال سيرفيس، الكورد طالع من حته ثانيه خالص من الميمبرين دي. شفتها بقى؟ يعني دي بصراحه شفناها كتير جدا. اجي اطلع الكورد اللي طالع في ايدي والمشيمه جوه العيان. ليه؟ لانه ماسك فين؟ في الميمبرين. ده ناحيه البيبي، يعني البلاد فيسل ده هو كله ناحيه البيبي. يعني مين انهي سيرفيس؟ فيتال. فبيسموه فيلامنتس انسرشن اوف ذا كورد. كلمه فيلامنتس يعني ماسك الميمبرين، كلمه فيلامنت ماسك. يبقى بدل ما يطلع من المشيمه طلع من الميمبرين. تفتكر هل هيسيب المشيمه دي لوحدها؟ اكيد هيبعت لها ايه؟ وماشيه جوه ايه دي؟ دي برضه فيتال ايه؟ بلاد فيس. انا بقى عايز اعرف ازاي دول جم تحت عند الانترنال اوس. يعني عرفنا الاشكال، اول نوع اسمه، انا عايز الاسماء. دي اسمها ايه؟ ساكسنتوريت لوب اوف بلاسنتا. دي سلايد على فكره، ودي سلايد برضه فيلامنتس انسرشن اوف ذا كورد.
ازاي بقى بيعملوا فازه بريمي؟ هنشوف. هتلاقي واحد هيذاكر من كتاب اسمه يروح، هلاقي واحده مكتوبه والتانيه لا. ان شاء الله ما تفتح البلاسينتا الابنورماليتيز هيلاقي الاثنين مكتوب فيهم فازه ايه؟ هو لك هو بيكتب في كل حته حاجه، يعني هتلاقيهم الاثنين مكتوبين بعد كده، يبقى ساكسنتوريت لوب وفيلامنت. تعال نحطهم في الرحم كده خطوه خطوه. هات اليوترس اهو، هخليهم لك فازا بريفيا دلوقتي اهو. ده اللوب الايه؟ الكبير اهو. يبقى لازم عشان تبقى فازا بريفيا احط اللوب الكبير الناحيه دي، ده الشرط. واللوب الصغير هحطه هنا. حد يقول لي الكورد طالع من انهي لوب؟ اهو ادي الكبير وادي البيبي. طيب الممبرين ارسمها ازاي؟ كده معديه على الفيتال سيرفيس ده كده اهو، معديه على اللوب الصغير ومغطيه، بس كان بين اللوب الكبير واللوب الصغير بلاد فيسلز اهي، بتعدي كده جوه الممبرين اوبوزيت الانترنال ايه؟ قص. يعني انت قصدك تقول ان دولت رير صح؟ وعشان يعملوا فازا بريفيا حطهم في وضع رير، يبقى الموضوع ده فيري رير طبعا. يعني انت عندك حاجه عمرك ما هتشوفها وتحطها في وضع عمرك ما هتشوفه اللي هو ده. تخيلوا ان المشيمه دي كده، هل هيحصل؟ طيب كده يعني لازم اجيب واحده الناحيه دي وواحده الناحيه دي واحط البلاد فيسل عندنا. ايه النحس؟ يعني حاجه فيري 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 رير. اللي ما فهمش دي تعالى، دي تعالى نحطها في اليوترس. ادي يوترس الرسمه الثانيه اللي عندك، هحط البلاسينتا الناحيه دي اهي اللي هي دي، واحط الممبرين هو ده مغطيها كده كده كده. الكورد طالع منين؟ اتفقنا من الممبرين، لازم يطلع من هنا ويروح لمين؟ للبيبي. لازم في بلاد فيسلز بين الكورد والبلاسينتا اهي، معديه جوه الايه؟ وعلى الانترنال اوس. عشان الموضوع ده يحصل لازم اجيب المشيمه كده والكورد كده. طب اذا عملتهم كده، طب اذا عملتهم يعني قصدي اقول ايه؟ حاجه بصراحه ريل تتحط في وضع ريل عشان تعمل لك موضوع فيري. يبقى مسالك في الامتحان هات ده بيتشاف. على فكره عمري ما شفته، نفسي اشوفه مره. بقول لك اصل بيقول لك كلينيكال بيكتشر بتاعته غريبه جدا، هتشوفه. يبقى انا عندي هما اسمين للصفحه دي، شوف كل الشرح ده عشان اسمين. الاسم الاولاني اسمه ايه؟ ساكسنتوريت لوب اوف بلاسينتا. الثانيه اسمها ايه؟ فيلامنتس انسيرشن اوف ذا كورد. ما مرسوم عندي مش ايه؟ مفيش الوان؟ هم اربع انواع ولا نوعين؟ ايه؟ هم اربع انواع ولا نوعين؟ هم نوعين بس انا بحطهم جوه الايه؟ اليوترس عشان تتخيل الفازه. في اربع انواع يعني. انت سرحت ربنا خلقها دول واحد صغير واحد وبينهم بلاد فيسلز تبع مين؟ البيبي. يوم ما تفرقع مين اللي ينزل؟ البيبي. جبت امبارح عشان الامتحان؟ طيب طيب ما انا حاسس الناس اللي هي ايه ما جاب يعني غابت. انا عارفهم في ناس انا فاكرهم يعني انا حافظهم حافظهم اللي هم غابوا في الامتحان. تعالوا بقى معايا انا عايز اسمين والصفحه دي. نوع اسمه ايه؟ ساكسنتوريت لوب اوف بلاسينتا. الثانيه اسمها ايه؟ فيلامنتس انسيرشن اوف ذا كورد. تفتكر اكتشاف الموضوع ده قبل الرابشر اوف ميمبرين اسرع ولا بعد الرابشر اوف ميمبرين؟ يعني لما اجي افحص عيانه والاقي تعابين عند الانترنال اوس اقول دي فازا بريفيا ولا بعد ما فرقه اعرف انها فازا بريفيا؟ على فكره قبل لا يمكن. اقول لك ليه؟ لان الموضوع ده فيري ايه؟ إذا أنا دخلت كل عين أقول دي فازة دي فازة دي ليه؟ يعني عمري ما شفته. فأنت عارف إذا كان الموضوع ده كومن كنت قلت لك كل ما أدخل أدور إلا إذا كنت سيادتك نحس. يعني في واحد يقول لك أنا أطلع دفعة يسار، هو عارف نفسه أنا يوم ما هيجي لي حالة هتجي لي فازة بريفي، أنا عارف أنا ربنا هيختارني من كل الناس اللي ما شافوش الفازة اللي يجي لي، فأكيد ده هيدخل يدور عليها. يبقى الاكتشاف قبل ولا بعد؟ بعد. هقول لك إيه اللي هيحصل. تفتح الممبرين تلاقي نقطتين دم ولاقي نبض البيبي اتأثر. انت عشان البيبي يتأثر من نزيف في الام لازم تفقد قد ايه لتر؟ 2 لتر. يعني الام اذا نزفت 2 لتر يبتدي البيبي يتأثر. هنا قلت لك نقطتين دم والبيبي اتأثر، يبقى الدم ده جاي من ايه؟ من البيبي شخصيا. يبقى لما يجيب لك حاله في الامتحان يقول لك بقى الصفحه اللي بعديها بيفور ولا افتر، اختار افتر. بيفور لا، افتر رابتشر اوف ميمبرين. افتر رابتشر اوف ميمبرين هلاقي ايه بقى؟ مايل انتي بارتم هيمريج
سيفير فيتال ايه ديستريس وجود كونديشن اوف ذا ماذر. يعني الام سليمه خلاص عشان ما تقولش نزيف منها، وفي نفس الوقت البيبي تعبان، مفيش حل غير فازا بريدي. يبقى ما يجيب لك في الامتحان حاله يقول لك عيانه نزفت مايلد بريدي، وفي نفس الوقت سيفير فيتال ستريس، وفي نفس الوقت جود جنرال كونديشن ايكوال، تختار مين؟ فازا بريدي. ممكن اكتشفها قبل حاله واحده اذا عملت دوبلر. ده سؤال شافه مش مكتوب كده. الدوبلر ده بيبين لك خراطيم دم بالصدفه كده لقيتها على الانترنال اوس. يبقى هل كان في دايجنوز بيفور دوبلر كلر ملون؟ علاجها افتكر عينه زي دي اعمل ايه بسرعه؟ بيبي بيموت immediate cesarean section. مكتوب عندك جدول هتشوطه تحت بيقول لك ازاي تفرق بين ماتيرنال وفيتال بلاد كما قلت سمانس. ليه حق كتاب الاسم الغيب؟ حد يعرف ليه؟ واذا انت فرقت هتعمل ايه؟ يعني اذا نفترض الام هي اللي بتنزف هتعمل ايه؟ قيصري. طب البيبي اللي بينزف طب ما تعمل قيصري. يعني قصدي اقول الجدول اللي تحت ده هتشوطه، انا هعمل immediate cesarean section. يبقى نشطب الجدول، يبقى الانفستيجيشن ما تنساش ايه بقى؟ دوبلر. اذا عملت دوبلر ولقيت بلاد فيسز اقول موضوع صغير جدا جدا جدا، ويا ريت ترسم له الكلام ده في الامتحان. ده يترسم، في حاجه تترسم. اذا كنت بعرف ارسم ما كانش اكتب اسمين، ايه بقى؟ ساكسنتوريت او فيلامنتس انسيرشن اوف ذا كورد. امال ايه؟ لا بلاسنتا هنا، هي دي بلاسنتا بريفيا. واحنا هنقولها بعد شويه، الفازا بريفيا لازم يكون معاها. نقلب الصفحه. نعم. ايه؟ نبض البيبي. زي بيموت. طب ده بيموت خلاص. في تردستريس من نبضه. أكيد مش هيقول لي أنا تعبان. نقلب بقى الصفحة. هنبتدي مقارنة بين موضوعين. بصراحة الموضوع ده ينفع تعمل مقارنة، كتاب الاسم صح سهل لنا الجزء اللي جاي. التريتمنت شبه بعض، يعني إذا ذاكرت الشمال هتخلص يمين. السيمتومز والساينز في البداية بتاعته مش شبه بعض، بس احنا هنمشي في المقارنة لغاية لما ندخل على الآخر. عبد الرحمن أنا شطبت أشرف بس لسه إيه؟ عبد الرحمن تعالى بقى نشوف بلاسنتا بريفيا تحريري في منتهى الأهمية وسلايدز. واكسيدنتال ايه؟ امرج. احنا قلنا الاسم ده صح ولا غلط؟ غلط. ليه؟ لان الكومن سكوز از هايبر تنشن. الاسم الاشك بلاسنتال ابربشن. بلاسنتا بريفيا بتوقف كتاب الاسم كده بي ال شرطه بي ار في، اختصار بيجي في الام سي كيو بلاسنتا بريفيا، يعني كتاب عالمي. هو النورمال سايت اوف بلاسينتا فين؟ يعني هو المكان الطبيعي للمشيمه. فانا لازم افهم الاول فوق فاندل بوستيرور 60%، فاندل انتيرور 40%. طب هل ذكرت تحت؟ يبقى احنا عندي هنا اهوت البلاسينتا فريبيا النورمال، اكتبه فوق بقى فاندل بوستيرور 60%، فاندل انتيرور 40%. يعني الموضوع ده نورمال ولا اب نورمال؟ اب نورمال. بيقول لك هنا ان البلاسينتا بارشالي اور توتالي انكروتشت اون لور يوتراين سيجمنت. هاي التاني ديفينيشن. يبقى البلاسينتا لا جزء لا كل، يعني كل المشيمه جايه على انهي سيجمنت؟ اللور. انت عارف الرحم بيه كام سيجمنت؟ اثنين ابر ولور. النورمال يبقى في الابر، هنا حصتنا بتبقى فوق. هنشوف بقى مشكلها، يعني اكيد ربنا لما حاططها فوق حاجه كويس، لما يحطها تحت هيحصل ايه؟ هنعرف. يبقى انا عندي البلاسينتا بارشال او توتال انكروتشت اون اوفر ترانسفير. دي في مكانها، دي مصيبه دي. والمشيمه فصلت قبل نزول البيبي، هو اكله منين اصلا؟ يعني تخيل بيبي قاعد في بطن مامته مش جاي له اكسجين. طبعا هنا نسبه المورتاليتي ايه؟ عاليه جدا. ده بقى يقول لك ايه؟ بريماتيور separation of normally implanted placenta. يعني هي موجوده فوق بس انفصلت قبل نزول الوحي. احنا دايما بنفصلها بعد. لا دي اتفصلت قبل. ده اخطر ولا ده؟ لا ده. فكره ده بيبقى emergency. تعالى بقى نشوف incidence.
ده واحد في المتين، يعني كل 200 حمل واحدة تتفصل المشين، ده واحد في المتين لتلتمية. طب ما تخليها 200 وخلاص، واحد من 200 إلى 300. أنا مش عايز الأرقام، أنا عايز أني عيان. ليه ده زاد اليومين دول؟ وبيحصل في أني عيانة؟ طلع إن هو ده زاد عشان حاجتين، بيقول لك increase in the last two decades، يعني في العقدين اللي فاتوا دي زادت. تفتكر زادت ليه؟ الولادات زادت، وهتعرفوا النهارده ان كل ما تزيد عدد الولادات كل ما يحصل بلاسينتا بريك. تفهمش ليه؟ ممكن اول بيبي مسك فوكال، تاني بيبي مسك فوكال، تالت بيبي مسك فوكال، اكل فوق خلص، هيجي رابع بيبي ده. يبقى اول سبب اهو انكريز نمبر اوف ديليفريز. تاني سبب بقى وده صح، انكريز انستنس اوف سيزاريان. ايه رايكم في القيصريات اليومين دول؟ اسال جدتك كده تقول لك زمان، انا مش فاهم ايه القيصري، ايه الموضه الجديده؟ كان زمان نسمع واحده ولدت قيصري يبقى ده قص، دلوقتي كله بيولد قيصري. ده في دكاتره يجي يقول لك انا عايز اولد قيصري، من كتر ما بيسمعوا ان الولاده الطبيعيه مؤلمه تيجي تقول لك حاول قيصري امشي خلاص حضرتك انت حر، يعني عايزه تصحى تلاقي البيبي جنبها لا وجع ولا. انا عايز القيصريات زادت جدا اليومين دول. طلع ان المشيمه بتعشق الفايبرس تيشو اكتر من الرحم، يعني القيصريه بتبقى تحت صح؟ الاسكار اهو. المشيمه لما تيجي تختار تمسك فوق ولا تحت؟ لا تقول لك بتمسك على الاسكار وتخرمه الحصه الجايه. ده ممكن تعمل ربشه اليوترس. يعني قصدي اقول زياده القيصريات زودت الاسكار، والبلاسينتا تعشق مين؟ يبقى انا عندي زياده النمبر اوف ديليفري زود الانسنس، وزياده القيصريات زي ما هنشوف بعد شويه. دي بقى بتحصل في الدرلي برايمي جرافيدا. يعني ايه؟ كلمة ألدر يعني 39 40 سنة وبرايمي أول حملة بالنسبة لها، بتنشن على واحدة. ليه بقى؟ هتلاقي إن شاء الله بري إكلامسيا في نفس العمر ده، ألدرلي برايمي جراف، وده كومن سكوز بتاع مين؟ الأسئلة اللي هتفتح كتاب الاسم هتلاقي هيجننك، يكتب لك ألدرلي برايمي جراف، بعديها بشوية يونج مالتيبول، بعديها شوية يونج برايمي. والله أنا زي ما بقول لك هو الصح أنت تمشي على بري إكلامسيا، لان الكومن سكوز از بيك. يبقى اولدرلي ايه بقى؟ برايمي جراف. يبقى كده عرفنا بيحصل امتى وده بيحصل امتى. نيجي بقى للايتيولوجي. اشطب لي هنا ثيوريز، مش عليكم الناحيه الشمال ثيوريز، عليكم بري ديسبوزنج فاكتورز بس، بري ديسبوزنج فاكتورز. وهنا عليكم الايتيولوجي، تحرير اللي هيقوله عبد الرحمن. ايتيولوجي ده بقى تحريري. نمسك اول واحد، مين العيانه اللي يجي لها بلاسينتا بريفيوم 3 ام زائد بريفيوس سيزيريان سكشن؟ ودي جابها في الام سي كيو الدكتور جمال عبد السميع كامله كده، يعني بري ديسبوزنج فاكتور والاسئله اللي هحطها لك كامله ورا بعضها كده. بيحصل اول حاجه في ماتيرنال ايج ادفانسد، كبير يعني اكتر او يساوي 35 سنه، مع نفس الفكره ان العيانه لما كبرت في السن الاكل اللي فوق ايه؟ قل فراح مسك تحت. يعني قصدي اقول بيقولوا بيحصل في الماتيرنال ايج الكبير عشان اكيد ولدت ايه؟ كتير. طيب اتنين مالتي بارا، هما لقوها كده موجوده في المالتي بارا. ليه؟ احنا قلنا اول بيبي مسك فوق الاكل خلص، كلام وهمي، هو في الاخر راح مسك تحت. مالتي فيتال بريجنانسي، حد يعرف يعني ايه؟ توائم. اللي مذاكر التوائم كان من مشاكلها بلاسينتا بريفيا، حد يعرف ليه؟ قلنا هنا ليه التوائم بيجي معاهم بلاسينتا بريفيا؟ واحد فوق واحد، واحده اهو مشيمه فوق ومشيمه تحت. طب اذا كانت واحده كبيره جزء فوق وجزء تحت، يعني قصدي اقول البلاسينتا اللي هي المالتي فيتال ده لا اما تو بلاسينتي، احنا قلنا واحدة فوق وواحدة تحت، لإما وان لارج ايه؟ بلاسينتا بريفيوس سيزيريان سكشن. وقال دليل بالأرقام كتاب الاسم، بيقول لك بريفيوس وان، يعني واحدة والدة كم مرة؟ قيصرية واحدة، نسبة البلاسينتا بريفيا 0.5%. طب واحدة ولدت 5 مرات قيصرية، نسبة البلاسينتا بريفيا 3.5%. على فكرة الكلام ده مشهور جدا، في عندنا يونت اسمها هاي ريسك، اليونت بتاعت الهاي ريسك كل يومين ثلاثه بلاسينتا بريف، ويدخلوا يعملوا لها هيستريكتومي. اه والله، لان يعني بيبقى ماسك البلاسينتا على سكار وخارمه الناحيه الثانيه، ملوش حل ان انت تعالجها.
يعني قصدي اقول زادت جدا اليومين دول عشان الايه؟ بيعشق حاجه اسمها سكار. يبقى بريفيس 1 الانسنس نص في الميه، بريفيس 5. هتقولي طب انا الارقام دي مهمه، ده انت هتفتح كتاب الاسم ده ارقام اضعاف اضعاف من انا بقول لك. انا اخترت لك اللي انا عايزه يعني دول بس، ده دول مهمين بصراحه. الباقي بقى يقول لك ايه؟ 1% 2% 3% في اخر السنه عمرك ما هتفتكر. انا عايز الحاجات المهمه. 1 سيزيريان سيكشن نص في الميه، 5 سيزيريان سيكشن كام؟ 3.5%. هزود بقى باي بارتايت بلاسينتا او مالتي بارتايت. ايه بقى دي كمان؟ احنا خدنا النهارده نوعين من البلاسينتا، النهارده هنخلص ابنورمال سيرفيسنت. كان في نوع اسمه ساكسن توري، ده كان عباره عن ايه؟ لوب كبير ولوب صغير. فيلامنتس انسيرشن كان عباره عن ايه؟ الكورد ماسك في الميمبرين، دي اسمها باي بارتايت. بارتايت يعني بارتيشن. هلاقي تو ايكوال لوبس، الثانيه كان واحده كبيره واحده صغيره، ربنا لا مقسمهم تو ايكوال لوبس، بينهم ميمبرين اللي هو الميمبرين اللي مغطيهم ده هو اللي عامل بينهم كونكشن. الميمبرين ده هل تبع البلاسينتا ولا مش تبعها؟ لا مش تبعها، فبيسموه بارتيشن. يبقى ده ميمبرين بينهم، فبيسموها ايه بقى؟ كورد طالع من واحده ورايح للبيبي والثانيه بتاخد بلاد فيسلز، دي بيسموها باي بارتيت. لما يقول لك يعني ايه كلمه بارتيشن، اللي هو بارتيشن هو الميمبرين، يبقى ربنا خالق تو ايكوال بارتس اوف بلاسينتا منهم ايه؟ اتفقنا؟ ميمبرين. كده احنا بناخد ثلاثة ابنورمالز لغايه دلوقتي. ساكسنتوريت انا عايز الاسماء، فيلامنتس، باي بارتايت او بارتيت او اسمها مالتي. مالتي يعني ايه؟ بدل واحده ثلاثه. طبعا دي عمري ما شفتها، احنا بنشوفها اللي هي مين؟ باي بارتيت، واحده فوق وواحده تحت تعمل بلاسينتا ايه؟ فيجا. هتقول لي دول بعد ما خلص ثلاثه ايه؟ جابها في السي كيو هي كامله الاربعه دول. واحد مكان الايج معدي 35 سنه، اثنين مالتي بارا، ثلاثة مالتي فيتا، أربعة ريفيس سيزنس. ما جابش دي، لا اسمها إيه قلنا؟ باي بارتيت. أه برضه. وممكن تعمل غازا بريفي على فكرة، بس مش كاتبين، بس هما كاتبين اللي بيعملوا غازا بريفي مين ومين؟ ودي تعمل على فكرة، تعمل غازا بريفي زي ما أنت بتقول عبد الرحمن. إيه هما البري ديسبوزينج فاكتور بتوع البلاسينتا بريفي؟ باي بارتيت او مالتي بارتيت. نقول ده بقى تحريري. ها وعبد الرحمن عشان ايه؟ نشيل ايه؟ الرحمانه ايه؟ او نرجعها. تعالى هنا اكسيدنتال هيمرج اسبابه ذا كومنست كوز از هايبرتنشن. يبقى ذا كومنست كوز از هايبرتنشن. 50% موضوع اسمه بي ايه؟ اكلامس. ان شاء الله استاذ الدكتور عبد الرحمن دلوقتي هو بيسمع هينسى مين؟ هايبر. هيفكرك عايز البيبي كبير. يبقى عندنا ذا كومنست كوز از هايبر. ليه بقى هينسى؟ عشان في رسمه شوفوها. الرسمه دي بتفتكرها وتنسى اهم سبب اللي هو مين؟ هايبر. اوعى تنسى ده، انا افتكر ده وانسى الرسم. ذا كومنست كوز اوف اكسيدنتال هيمورج از هايبر. هنعرف الحصه الجايه. عندنا اسبابه رسمه اهي، وهو هيقولها لنا من تحت لفوق، يعني من كومنس للليست كومن. لا لا لا، 50% من اسبابه هايبرتنشن، 50% للاسف. حاضر. لا لا لا، بريكلابس. نشوف بقى دلوقتي. يبقى اول حاجه هايبرتنشن نسبته كام في الاسباب؟ 50%. 50% اذرز. عندك هنا حارس البلاسينتا، حد معاه ورقتين فاضيين ولا هات ورقتين فاضيين؟ عندي هنا بلاسينتا وطالع منها كورد قصير ودي بيبي، وهحط ادي الكيس اهو، الكيس ده فرقع، وهكتب الاسباب من فوق تحت فوق. الفيرو بلا كافه اللي ورا ده شغل مش عايزه، كان زمان نقوله وتفتكر الزعبوط ده وتنسى الرسمه كلها. وعلى فكره حاجه فيري لين، انا عايز الكومنس من تحت لفوق. دايما نقول كده الاسباب من تحت لاول سبب. تفتكر لما يبقى واحده عندها بولي هيدرامت، بولي هيدرامت وفرقع الكيس، ايه اللي ماشي ما تفصل؟ تخيل اول ما اليوترس يظهر هيحصل ايه في البلونه؟ البلونه مستكر.
انا اول ما الفرق على البولي هيدرامنوس وراح يصغر البلاسينتا ان الى تروح فصل. يبقى اول سبب من تحت الكيس اللي فرقع ده سادن دروب في الانترا يوتران بريشر. يبقى اول سبب سادن دروب ان ذا انترا يوتران. مثال ار او ام في عيانه بولي ايه هيدرا. عشان كده بتوع البولي هيدرامنوس بترعب منه. اول ما عيانه تقولي في ميه كتيره وفرقعت تعالي بسرعه قبل ما البيبي يموت، لان مين هتكون فصلت؟ التسد. الكودة كانت واسعة، أول ما صغرت حصلت في المشيمة فصل اطلع. خدنا حاجة اسمها external cephalic version، خدناها فين؟ بريتش بس؟ والشولدر. يعني ايه external cephalic version؟ كان كلام وهمي كده، بيبي قاعد كده كنت بعمل ايه؟ تيت 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 فاكرها؟ طيب وأنا بعمل كده هيحصل ايه في الكورد؟ تشد. فمين تتشد؟ اللي مذاكر ايه مشاكل اكسترنال كفاليك فيرجن هينزل عليه حاجه من اربعه، لا دم لا ميه لا حبل لا ميكونيوم. كانت هناك يعني قصدي اقول افتحها هناك هتلاقي اكسيدنتال ايه. يبقى تاني سبب اهو اكسترنال كفاليك فيرجن اهو اكسترنال كفاليك. ثلاثه شورت كورد. هو ما يبقى شورت كورد قصير وانا بيبي تخيلوا لي كده في شورت كورد وانا قاعد اعمل كده هيحصل ايه في الكورد ده؟ هيفصل البلاسين. يبقى تنساش ادي الشورت. التلاته دول تروماتيك. يبقى ما حد يجي يسالني في الامتحان التروما كام في الميه ده ولا حاجه. ده تلات اسباب بس، ده لسه في اسباب تانيه. مشيمه بقى سيركم فاليت. يا سلام، احنا كده خدنا اربع انواع من المشيمه. ساكسين توريت فيلامنتس انسيرشن اوف ذا كورد باي بارتايت او بارتيت سيركمفاليت. ايه بقى سيركمفاليت دي؟ هشرحها الورقتين دول، دي هشرحها مرتين، الثالثه بعد الحصه اللي ما بيفهمش اهو. اللي حصل ان المشيمه صغيره، حجمها صغير سمول. ركز هنا بقى، حجمها قد ايدي كده. المشيمه ديت كانت عايزه تعمل ايه؟ بيقول لك عايزه تخترق تجيب اكل، فلقت ان الاكل قليل هتتصرف. عارف هتعمل ايه؟ تقسم الديسيديو كاملة يلا دول عشان تمشي بقى بالعرض وفوق وتحت، يعني بتزود السيرفس اريا. سيادتك لما تعمل الحركه دي عشان تجيب اكل ايه تفتكر؟ هل الاتاتش متقويه؟ لا، فممكن تفصل وتعمل اكسيدنتال هامر. طب ليه سموها سيركمفاليت؟ ايديا دي مشيمه حواليا وايت شرينج شايفينها؟ الوايت شرينج دي اللي هي الديسيديو فيسموها سيركمفاليت. تاني يبقى لما يجي يقول لك ايه هي السيركمفاليت دي؟ سمول بلاسنتا. يعني بتحاول تجيب اكل، صرفت وقسمت الديسيديو كامله دول. هل الاتاتش متقويه؟ لا، ففصلت. دي اللي بيسموها سيركمفالي. ليه سموها سيركم؟ رسمه اهي، ادي المشيمه الصغيره ودي الوايت ديش ايه؟ رينج. وما تنساش الوايت شينج دي ما هي الا ايه؟ ديسيديو. هي خرمت وبعدين مشي كده بالعرض تحت الورقه تحت الديسيديو، قسمتها كامله يا رب دول. سموكينج. حد يقول لي ليه السموكينج بيعمل اكسيدنتال هامرج؟ قلناها في الشيك، بيعلي الضغط. احنا قلنا كومرس كوز از هايبرتنشن. ثرومبوفيليا سمعنا فين؟ ريكارنت ابورشن. الناس بتقرا صح ريكارنت ابورشن خلاص. فواحد قال حاجه ثانيه انا ما اعرفش ليه. يبقى ريكارنت ثرومبوفيليا يعني واحده عندها ثرومباي، فده برده بيعمل هايبر. يبقى انا كفايه قوي الاسباب دي، هي دي الاسباب اللي هيقولها الدكتور عبد الرحمن من تحت لفوق. يعني اذا اتلخبط هرجع الرحمن. نمسك اول حاجه سادن دروب في الانترا يوتران بريشر اللي هي رابشر اطلع، اكسترنال كيفاليك فيرجن اطلع، شورت كورد اطلع، سيركمفاليت بلاسينتا، سموكينج وثرومبو فيليا تحريري. اهو دكتور عبد الرحمن ومش عايزك تلخبط في الترتيبه. قول يا دكتور غلط الرحمن. قلنا ذا كومنست كوز از وقلت لك هتنساها. عمركم ما بتكتبوها في الامتحان، بتفتكر الرسمه وتنسى؟ هنراجع لسه كمان بابا. نيجي اخر سؤال بقى، ديجريز اوف بلاسينتا بريفيا، ونبقى نكمل الحصه الجايه. افتح لي بقى الصفحه اللي بعديها اول ما اخلص الديجريز هقول اكتب لي عليه تحرير. ديجريز اوف بلاسينتا بريفيا. Thank you.
اللي عليها تحريري ده جالنا احنا وانا كنت في سنه خمسه. شوف بقى ما تكررش من ساعتها وانا كنت طالب. انا دفعه 93 يعني اكيد قبل كده بسنتين. يعني degrees of placenta media. لا يا زمن. ايه بقى الديجريز بتاعت البلاسينتا بريفيا؟ هم اربعه سلايدز. عبد الرحمن قالهم هيمشي لما رجع 10 مش 10. عندي كام ديجري؟ اربعه. اول ديجري بيقول لك ان المشيمه encroaching على lower uterine segment. يعني encroaching جاي حتة منها. دي بيسموها lateralis. اسمها جميلة جدا. طب اللي بعدها وصلت للمارجن بتاع الانترنال اوس. يعني وصلت لغاية الانترنال اوس. دي بيسموها marginalis عشان وصلت للمارجن. طيب قفلت عنق الرحم. بس اذا فتح ممكن احط صباعي مش مستمطرة. اسمها incomplete centralis. اخر نوع قفله ميه ونور. دي متسنطره مفتوح مقفول ومش هتعدي بيبي. اسمها complete ايه؟ centralis. يبقى دلوقتي عندنا الاسماء دي عشان الدور النهارده لما اجي اسالك انت اتولد قيصري. الناس اللي ما جتش الصبح بتعقد تيجي تقول دي incomplete central هو مش فاهم اي حاجه. يبقى احنا عندنا اول حاجه ايه؟ lateralis. ثاني واحده marginalis. incomplete centralis complete. ده American classification بيحبوا يدلعوا حاجة. آلس لا الانجليش بقى البريتش جامدين بيجي يقول لك انا ما يعجبنيش الكلام ده. طب انا لازم احفظ الاثنين؟ اه طبعا. ده بيجيبها في الانسكيو. في بعض الدكاتره يقول لك لاتراليس يعمل لك كده. اقول له لا في اسم ثاني اهو لو لاين. شوف جرأة لو لاين بردين كده يقول لك لاتراليس بدل الاسم بتاعها لو لاين بلاسنت مارجينالز مارجينال فرقت. ايه آلس دي؟ مارجن دي بقى بارشال بلاسنتا بري دي توتال. توتال يعني قافله ميه وايه؟ مين من دول قيصري ومين من دول طبيعي؟ لاتراليس على فكره طبيعي عشان هنتكلم دول قيصري. دي في الاخر ده سيزيريان وده سيزيريان. امال دي بقى دي ساعات كده وساعات كده على حسب. هوريها لكم مره على الحوض ومره على السبوره وكده انا خلصت. احنا عندنا المارجينالس انتيريور هتعرفه طبيعي. مارجينالس بوستيريور قيصري. وهنشوفها دلوقتي. يعني ايه انتيريور بوستيريور؟ ادي الحوض اهو. اذا لقيت البلاسينتا ناحيه السيمسيس لوبس يبقى ايه؟ انتيريور. طب اذا لقيتها ناحيه السكرم ورا بوستيريور. احنا عندنا عايزين نعرف مين قيصري ومين طبيعي. هل الحوض في الستات كده ولا مرمي على قدام؟ كم درجه؟ 55. وعلى فكره ده هيخلي واحده فيهم تطلع بره الحوض. تخيلوا ان ايديا اليمين دي مارجيناليس ايه؟ بوستيريور. ودي مارجيناليس انتيريور. انا دلوقتي لما ارمي الحوض على قدام هيحصل ايه فيا؟ بص كده مين خرجت؟ لا مين دخلت اكتر؟ تيجي البيبي ينزل بقى هنا الدهابتر ده قل اسمه ترو كونجكت. كان طوله كام؟ 11 9 ونص. يبقى نوع ترو كونجكت ده كان طوله 11 12 11 هيقل. هل راس البيبي ينفع تدخل؟ هيحصل ديليت انجيج. بس في بيبيهات غيتي ده راح داخل فيروح ضاغط على مين؟ على البلاسنتا اجينست السكرم يقلل الدم اللي جاي له. يعني ممكن كمان هيموت. يعني البوستيرور كده كده ايه؟ سيزاني. في ناس ما تفهمش كده بتفهم بالناس ايه؟ حسم لك مارجيناليس انتيرو بوستيريور. بس قبل ما امسح الاثنين دول خدهم مع بعض واكتب ماينور بلاسينتا بريفيو. الاثنين دول خدهم مع بعض واكتب ميجور بلاسينتا بريفيو. طب اسم قسمهم تقسيمتين تانيين. دول ماينور يعني غالبا هتولد طبيعي. دول ميجور غالبا هيولدوا قيصري. الاسماء قبل ما امسح عشان الدكتور عبد الرحمن بس ايه يحاول يروحها. اول حاجه لاتراليس ها مارجينالس incomplete centralis complete central. الاسماء الثانيه partial سوري low line marginal partial total. الماينور دول الميجور دول. مين الكومنس في الاربعه؟ ربنا رحيم لاتراليس. ها الكومنس في الاربعه مين؟ لاتراليس. تعالى بقى مارجينالس انتيرو بوستيرو
ونكتب اخر جمله ليه قيصري وليه طبيعي. هنا انا هرسم الاول ادي سيكرم وادي السيرفسس بيوبس. احنا قلنا الحوض مرمي كام درجه؟ طيب ادي الرحم بتاع العيان. يبقى برضو مرمي زيها. انا دلوقتي هعمل ايه؟ هحط مارجيناليس ايه؟ انتيرير، واحط لك مارجيناليس بوستيرير. اذا انت خدت بالك اما الحوض عمل كده مين خرجت بره؟ دي. يعني اذا انا جيت عملت خط كده هلاقي مين اللي هتدخل جوه الحوض وتضيقه؟ دي. فهتلاقي الانتروبوسير ده ما بيتاثرش، ده اللي بيتاثر. افترض بيبي غتت ودخل، هيضغط على مين؟ على البوستيرير. الاجنس مين؟ العظم. اخر مره هوريها لك، دي ايدي بوستيرير ودي والاثنين على السيم ليفل. اما البلفس ترمى على قدام مين خرجت؟ الانتير. مين دخلت اكتر؟ بص، فلما الراس تدخل هتعمل ايه؟ بريشر، فتقلل الدم اللي رايح للبيبي. يبقى نكتب بقى واي مارجيناليس بوستيريور قيصري. اكتبوا معايا واي مارجيناليس بوستيريور سيزاريان. واي مارجيناليس بوستيريور سيزاريان. واحد ديكريزز لانترو بوستيريور دايمتر اوف ذا انلت. ديكريزز the anteroposterior diameter of the inlet. صح؟ دي ليه دي؟ engagement. delayed engagement. نكتب بقى تاني سبب. if the head engaged. if the head engaged هيحصل ايه؟ the placenta compressed بين ايه وايه؟ if the head engaged the placenta compressed between fetal head and sacrum. fetal head and sacrum. يبقى ده placenta compressed between fetal head and sacrum. صح؟ fetal asphyxia. يعني كميه الدم اللي راح البيبي حصل فيها ايه؟ هتقل كده. اللي هيقولهم لي بس قول لي الاسماء وقصره ولا طبيعي. اول واحده الاسمين بتوعها ايه؟ او لو لاين. ايوه الانتيرو ايه؟ سرعة سيزاري. طيب سنتراليس اليس او توتال. ودول دي سيزاري. ان شاء الله الساعه 12 هنكمل انتي بارتم هيموريش.